هذه الذكريات المقدسة ونعيش ولو للحظات في عالم أسمى من عالمنا وفي أجواء روحية تعلو بنا إلى فوق حسبما تستطيع أرواحنا أن ترتفع. العذراء هي فرح الحزانة وعون اليتامى ونصر المتألمين وسلو المريض القديس باسيليوس الكبير. يقدم كورال لتكن فرحا تحت رعاية المحبوب مفرح القلوب أبونا ميخائيل عادل باقة من أجمل وأروع ترانيم وألحان محبي السيدة العذراء وكل عام وحضراتكم بخير. Thank you.
Really?
بشفاعتك أقوى شفاعتك. نشكر كورال لتكن فرحا مرة ثانية.